لمناقشة قرار الحكومة تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا رغم التوقعات بموجة أكثر شراسة من الموجة الأولى للفيروس، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي. زميل عبد الله، مرحبا بكم. يعني رغم الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا، الحكومة تقرر تخفيف إجراءات الحظر، لكن السؤال هنا، هل الأوضاع في العراق تتحمل رفع الحظر بشكل كلي أستاذ عبد الله؟ اهلا بك اخي، واهلا بكل مشاهديك ومشاهدي قناتكم الموقره. طبعا الوضع الصحي وضع مزري، وضع جدا سيء للغايه. الاعداد في تزايد، اعداد القتلى والموتى وضحايا فيروس كورونا في التزايد، كما اعداد المصابين في التزايد. قبل 3 ايام كانت الاصابات تجاوزت 5100 تقريبا، الان عادت الى مستواها الطبيعي السابق 4200 وما دون، واكثر بذلك في 100 و200. الوضع مزري جدا، الوضع منهار، الوضع الصحي. الحكومه ليس لديها حلول وليس لديها حل مستقبلا، الا انها في هذا الاجراء وفي هذا الاسلوب تحاول ان تضمن الشعب العراقي، وهي محاوله هروب من مسؤولياتها الاخلاقيه والصحيه تجاه الشعب العراقي. طبعا وزير الصحة في حكومة مصطفى الكاظمي لم يقم منذ تسلمه ومنصبه، لم يقم بأي إجراء للحد من تفشي هذا الوباء الخطير. طيب، الحياة يبدو أن الحياة طبيعية، لكن المستشفيات والقطاع الصحي منهار تماما في بغداد وفي جميع المحافظات. أستاذ عبد الله، الحكومة تعلن إجراءات التخفيف، لكن خلية الأزمة البرلمانية تنفي عودة الدوام الرسمي في العراق. بماذا يمكن تفسير هذه التصريحات المتناقضة من قبل جهات رسمية؟ هناك تضارب في القرارات، في قرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزارات والدوائر الأخرى. طبعا وزارة النفط أمس لأحد الزملاء، وزارة النفط منذ 4 أشهر كان الدوام فيها 10 إلى 25%، هذا الأسبوع الذي مضى أصبح الدوام 50%، دوام الموظفين أصبح 50%، يعني تجاوز النصف تقريبا، تجاوز نصف الأسبوع. الحكومة، بعض الوزارات تحاول أن تعيد الدوام إلى سابق عهده. قرار مجلس الوزراء يختلف عن قرارات الوزارات والدوائر الأخرى، وهناك تضارب وعدم تنسيق بين الوزارات، ويبقى المواطن في ظل التضارب، يبقى محتار في ظل هذا التضارب في القرارات. استاذ عبد الله، يعني الحكومه ماذا اعدت لهذه الخطوه التخفيفيه من الاجراءات حتى لا تعود سلبا على المواطن في العراق؟ مثلا هل اوصت بلبس الكمامات بشكل اجباري؟ هل يعني ركزت على موضوع التباعد الاجتماعي مثلا؟ طبعا لا توجد اي حلول ولا توجد اي اجراءات إضافية، سواء في الطرق الخارجية تجبر السيطرات، سواق مركبات التاكسي، سيارات التاكسي خصوصا، سواق التاكسي وسواق سيارات النقل الأخرى تجبرهم على لبس الكمامات في المطاعم وفي المقاهي وفي المولات وفي الأسواق. الناس غير مجبرين بلبس الكمامة أو عدم لبسها، لكن الكثير من المواطنين، ربما 50% من سكنة بغداد ومن مواطني بغداد، يرتدون الكمامة في كل تنقلاتهم خوفا من انتقال العدوى إليهم وإلى عوائلهم. من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لكم.